اتنين، لماذا لن تتردد كوريا الشمالية في استخدام السلاح النووي؟ البعض بيقول مش عايزين نهول الموضوع، حتى لو الأمريكان ضربوا كوريا الشمالية عمرها ما تستخدم السلاح النووي، لأن ده هيؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. إنما مراكز دراسات بتحلل هذا الكلام ورأيها إنه ده كلام مش دقيق قوي. ليه مش دقيق؟ لأن كوريا الشمالية وزعيم كوريا الشمالية شافوا قبل كده كتير في تاريخ الكوريتين. شافوا الغزو الياباني لكوريا، حضراتكم 1910 اليابان غزت كوريا، وكوريا اتبهدلت بهدلة لا مثيل لها من الغزو الياباني لكوريا. إلى الآن الكوريين بيتخانقوا بيهاجموا اليابان كل يوم على جرائم الحرب اليابانية من 1910 1945. 45 اليابان اتهزمت في الحرب العالمية الثانية فخرجت، يبقى دي معاناة ضخمة للكوريين. المعاناة الضخمة الثانية، يدوب 45 اليابان اتهزمت وخرجت، ما شافوش يومين حلوين، وسنة 50 يدوب 5 سنين اندلعت الحرب الكورية وتقسمت كوريا لشمال وجنوب. كوريا كانت دولة واحدة، مفيش كوريا شمالية ولا كوريا جنوبية. الكلام ده لما حصلت الحرب سنة 50 واستمرت 53 51 52 53 اتقسمت، وخلاص ده بقى خط الهدنة وخط الحدود بين الدولتين. مات قد ايه بقى في الحرب دي، الحرب الكورية الاتحاد السوفيتي مع الشمال امريكا مع الجنوب؟ مات 2.5 مليون، نص مليون من الجيوش من العسكريين و2 مليون من المدنيين. مراكز الدراسات بتقول زعيم كوريا الشمالية فهم ده كويس، فهم ان اليابان لما دخلت اتبهدلت شبه الجزيرة الكورية، وفاهم انه لما حصل حرب الكورية مات 2.5 مليون. كمان فاهم كويس ان التردد يساوي النهاية، هو في كل الاحوال اذا الامريكان غزوا كوريا الشمالية يا اما هيضربوا القصر اللي موجود فيه الزعيم الكوري الشمالي، يا اما في ترتيب لاغتياله، يا اما القاء القبض عليه واعدامه. هو شاف اعدام صدام حسين، طبقا لمراكز الدراسات في مراكز بتقول انه صدام حسين كان قدامه قواعد امريكية ما ضربهاش، في دماغه ما يصعدش مع الامريكان، انتهى بالاعدام. زعيم كوريا الشمالية فهم ده وتقريبا قال هذا الكلام، ان صدام حسين ما ضربش القوات الامريكية انتهى الى اعدامه، وان بشار الاسد سلم الاسلحة الكيماوية واتضرب 59 صاروخ توماهوك. ايه بقى اللي يخلي زعيم كوريا الشمالية ما يضربش ضربة نووية اذا هو في النهاية هيقتل او هيعدم وبلده هتهزم وهيموت الملايين؟ ايه اللي ممكن يخليه لا يستخدم السلاح النووي؟ استراتيجية عدم التردد واتخاذ القرار الصعب واطلاق رؤوس نووية، مراكز دراسات سياسية مهمة بتقول ان ده احتمال كبير في اتخاذ القرار في بيونج يانج.